فزي ما احنا عارفين ان العلوم تنتقل بطرق مختلفة كثيرة، من ضمن الحاجات اللي بتنتقل بها العلوم المختلفة ومن ضمنها الصحة بصفة خاصة، انها بتنتقل عن طريق الفنون او عن طريق الترفيه. وعندنا تجارب كتيرة، التجارب الكتيرة دي بتتكلم على ازاي ممكن يكون العلوم بتنتقل مش بس بالتعليم او بس بالتعليم المباشر، انما كمان ممكن تنتقل عن طريق الوسائل المختلفة. وهنا مش بنقف بس عن وسائل الاعلام التقليدية او الرقمية، انما بنوسع المساحة شوية، لان احنا بنكون بنتكلم على الترفيه بصفة عامة. وده عشان خاطر العلوم تكون أكثر تشويقا ومتعة، لأن زي ما احنا عارفين إن مع زيادة يعني يمكن هرجع للجلسة الأولى في النهاردة، إن زيادة الأدوات اللي الناس بتستخدمها النهاردة خلى الاحتياج لأن العلوم دي تكون أكثر تشويقا للجميع. أحب إن أنا أدي الفلور ل رئيسة الجلسة ورئيس الجلسة للمودريتور، المودريتور الأستاذة الدكتورة دينا فاروق أبو زيد. الدكتورة دينا هي عميد شعبة علوم الإعلام بالأكاديمية الدولية للهندسة والعلوم الإعلام، وأستاذ قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس. المتحدثين معنا، انا هترك للدكتوره هبه انها الدكتوره دينا انها تعرفهم، انما احنا معانا الاساتذه الاستاذ طارق الشناوي، الاستاذ عصام يوسف، الاستاذ الفه جمال الدين طنطاوي، والاستاذه نادين السيد. اتفضلي يا دكتور. مساء الخير للجميع، يسعدني ان انا اشارك حضراتكم في الجلسه الثانيه للملتقى العربي الثالث للصحافة العلمية بعنوان تطوير الاتصال العلمي خلال الأوقات الحرجة، واللي بيعقده مركز جمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. الجلسة الثانية بعنوان مناقشة العلوم والصحة من خلال الفنون والوسائل الترفيهية. رئيس الجلسة المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة إعلام المصريين، ويتحدث في الجلسة الأستاذة ألفة جمال الدين طنطاوي، نائب مدير إدارة الإعلام من أجل التنمية بمنظمة اليونيسف، والأستاذ طارق الشناوي، الكاتب والناقد الفني والسينمائي الكبير، ودكتورة نادين السيد، أستاذ الإعلام المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ عصام يوسف، الروائي ومقدم البرامج الشهير. الجلسة ستستمر حتى الساعة الثانية، لكل متحدث 10 دقائق، ثم نبدأ بطرح الأسئلة للمتحدثين، ولكن يرجى كتابة الاسم والتايتل في الشات علشان نقدر ننظم عملية طرح الأسئلة. نبدأ بكلمة أستاذة ألفة جمال الدين طنطاوي، وهي نائب مدير إدارة الإعلام من أجل التغيير السلوكي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مصر. على مدى 20 سنة تدرجت في العمل الإعلامي، بداية من العمل في مجال الصحافة الاقتصادية، مروراً بالعمل بالقنوات الفضائية المصرية، ثم منظمات الأمم المتحدة، والتخصص في مجال الإعلام من أجل التنمية. اكتسبت خلال تلك الرحلة خبرات متنوعة في مجال الإعلام التنموي وآليات التغيير السلوكي والاجتماعي، وصممت العديد من البرامج لتنمية الشباب وتطوير ريادة الأعمال والتدريب الفني والمهني وإدماج النوع الاجتماعي. في يونيو 2008 حصلت على درجة الماجستير من مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية، وتتناول في كلمتها اليوم استخدام اليونيسف للأشكال المختلفة للتعلم الترفيهي لتبني السلوك الاجتماعي والصحي وخلق بيئة صحية للأطفال والشباب والأسر. الكلمة لحضرتك دكتور أوشا. شكرا جزيلا دكتورة دينا. طبعا أنا سعيدة بوجودي هنا في وسط هذه الكوكبة، وجزيل الشكر لكمال أدهم سنتر لتنظيم هذا الحدث وهذا التنظيم الرائع. أنا مستمتعة بالمناقشات من أول ثانية، وشايفة يعني الإدارة الرائعة للحوار. أنا عايزة أبتدي الكلام بتاعي على في جزئيتين أساسيتين. الجزئية الأولانية إن إحنا لما بنتكلم على المعلومات بالذات فيما يتعلق بالصحة،
في بعض الأحيان في النقاش السابق كنا بنتكلم على أدوار الدولة والسياسات، يجب أن ننتبه أن الصحة جزء أساسي من رأس مال الاقتصادي، لأن رأس المال الإنساني هو أساس أي دولة. ولما بنتعامل مع رأس المال الإنساني، الإنسان ما بيتعاملش بس مع المعلومة، الإنسان في الآخر بيحول المعلومة لممارسة، بيحول إلى المعلومة إلى سلوك اجتماعي بيخلقه بيتواجد فيه في إطار المجتمع بتاعه. من هنا قضية السلوك الإنساني بيتناولها بالأساس التعليم الترفيهي، ودي كانت التجربة الثرية اللي خاضتها اليونيسف، وحاولت من خلالها في العديد من الدول وفي مصر بإذن الله ده هيكون موجود، إن هي تشتغل على فكرة بسيطة جدا، وهي فكرة إن النظريات العلمية لازم يكون لها مردود في إدارة المنظومة الإعلامية. يعني إيه إدارة؟ يعني إيه بقى ليها مردود؟ الفكرة إن إحنا عندنا نظريات إعلامية كتيرة حقيقية ونقدر نشوفها في الواقع، منها مثلاً نظرية اللي هي بيقولوا عليها النموذج الاجتماعي البيئي أو السوسيو إيكولوجيكال موديل. الفكرة بتاعتها ببساطة إن الإنسان لا يستجيب للمعلومة المنطقية أو لما يقتنع به في عقله بقدر ما يستجيب للواقع الموجود أو المحيط به في المجتمع بتاعه. أنا لو أنا مقتنع بسلوك معين والمجتمع المحيط بيمارس سلوك آخر، أنا هبقى خارج عن هذا الإطار أو عن هذا السلوك. في معظم الأحيان أنا بتبع المجتمع وما باخدش السلوك الإيجابي اللي أنا شايفه أو مقتنع به، وده في حياتنا بنشوفه في ممارسات كثيرة جدا في المجتمع المصري، زي زواج الفتيات بسن مبكر، زي الختان، زي ارتداء الماسك أثناء الكوفيد، أو حتى أن أنا أسجل عشان أخد فاكسين. لو أنا المجتمع المحيط ما بيخلينيش شايف أن دي حاجة خطر، حتى لو أنا شايف أنها صح بتردد، لكن العكس لو أنا المجتمع اللي حواليا 3-4 راحوا وخدوا التطعيم، most probably أنا كمان هروح أخد التطعيم. فده واحد من النظريات المهمة إن إحنا ننتبه ليها، إن إحنا لما نتعامل مع الصحة وسلوكيات الصحة، إحنا لا يجب أن نتعامل معها فقط على إنها معلومة علمية، يجب أن نتعامل معها على إنها ممارسة إنسانية، تجربة إنسانية. والسؤال اللي هحاول أجاوب عليه بسرعة هو إزاي نحول المعلومة لتجربة. النظرية الثانية اللي مهمة جدا وليها انعكاس في مجتمعاتنا برضو هي النظرية المعرفية أو cognitive theory. معرفش هل النظرية المعرفية في ترجمة صحيحة ليها ولا لا، لكن هي تتكلم ببساطة على إن الأنماط والقوالب اللي بتحكم المجتمعات قد تلعب دور في إعاقة الأفراد هذا المجتمع عن بالذات بالنسبة للشباب والأطفال عن التحصيل والتعليم. بمعنى ان النظره السائده في المجتمع، ومش في مصر بس، في معظم مجتمعات الغرب كمان، ان البنت اصلح للعلوم الانسانيه والولد اصلح للعلوم العلميه يبقى ساينتست. فنجد ان معظم الاسر بتضغط على اولادها بشكل كبير جدا ان هم يسلكوا فكره ان احنا نتعلم علوم ادبيه مش علوم علميه. هنا الواقع دوت اللي موجود ممارسه بيكسرها الإعلام الترفيهي لما بيقدم نماذج لفتيات، عدد كبير من الفتيات بيمارسوا أو الساينس أو العلوم بشكل متميز. لكن كمان المشكلة الأكبر إن إحنا لما بنقدم النموذج ده إحنا بنقدمه على إنه استثناء مش على إنه القاعدة، مش على إن دوت شيء طبيعي إن البنت تبقى متميزة زي الولد. نفس الكوجنيتيف ثيوري بتتكلم على الفوارق بين الطبقات، هناك بيرسبشن او تخيل ان الانسان اللي جاي من مجتمع امكانياته الماديه افضل غالبا هيبقى متعلم افضل او اكثر قدره او اكثر ذكاء، ودوت بينكر حقيقه كبيره جدا ان عدد كبير من كل العلماء والمفكرين الموجودين في مصر وفي دول تانية كانوا الحقيقه من ريف او من اسر بسيطه، لكن هم اجتهدوا وتعلموا وكبروا. يظل ان احنا في الاعلام او البرسبشن دوت بيهيق اعداد كبيره من الشباب اللي بيحس ان هو غير قادر على التحصيل لمجرد ان هو غير متمكن ماديا. هذه السلوكيات أو هذه الأفكار اللي بتبقى منتشرة في المجتمع هي في الواقع ممكن إن إحنا نتغلب عليها من خلال مجموعة من التجارب، لما
الإعلام في شكله الحقيقي يختلط ويمتزج مع السوشيال بيهيفير تشينج ساينس او علوم السوشيال بيهيفير تشينج. دوت حصل في عدد كبير من الدول، حصل في الهند وحصل في افريقيا في عدد كبير من الدول في مقاومتهم للامراض زي المتوطنه زي الايبولا او غيرها، وحصل كمان من بيحصل حاليا في امريكا. اللي حصل فعليا ان مثلا في اسيا في بنجلاديش وفي الهند ابتدوا يخلقوا اللي احنا نطلق عليه احنا الانترتينمنت اللي هي مسلسلات دراميه، بس هذه المسلسلات الدراميه مقصود بيها بشكل ممنهج تغيير سلوك. والبدايه كانت بتبقى بحث علمي واضح لاعاده بناء المشاهد. بمعنى ايه اعاده بناء المشاهد؟ يعني انا ما بكتبش لكتله صماء انا مش عارف انا شايفها ازاي، انا بكتب في الحقيقه لمجتمع انا مدرك العقائد بتاعته، مدرك الممارسات، مدرك حتى قدرته على الوصول لاي نوع من الاعلام، بيسمع راديو ولا بيسمع تلفزيون ولا ما بيسمعش الاثنين وبيدخل على الانترنت ولا ما عندوش تواصل مع الثلاثه وفي منطقه محرومه. كل البناء ده بيحدث ان احنا بنشكله بالكامل وبنقدر ان احنا من خلاله نكتب العملية الإبداعية. تبتدي بعد ما أنا عرفت أنا بكتب لمين وإزاي. العملية الإبداعية الأساس بتاعها الانجيجمنت والانترتينمنت. الإدوكيشن هنا بتيجي من خلال مرحلة تغير للأبطال، ترانسفورميشن، بيصحب معاها البطل بتاع المسلسل المجتمع المستهدف من منطقة لمنطقة تانية في الإدراك والوعي. هذا الأسلوب في التعامل ليه أشكال كتير وأنماط كتير مختلفة، مش بس في الدراما، ليه أنماط في السوشيال ميديا من خلال ما يسمى بالسوشيال ماركتينج. والهدف من الأنماط دي المختلفة إن إحنا نظهر ما يسمى برضو بالبوزيتيف ديفيانس أو الاستثناء الإيجابي. الاستثناء الإيجابي هنا معناها إن في ناس من المجتمعات البسيطة تفوقوا مع ان هم واصبحوا وتميزوا عن اقرانهم مثلا في العلم مع انهم جايين من مجتمعات بسيطه. النقطه ان انا ما بصورهمش على ان هم استثناء، انا بصورهم على ان ده الشيء الطبيعي اللي احنا بنخلق من خلاله حاله او حركه في المجتمع. انا كمان اذا كان هو قدر انا كمان اقدر. ازاي نقدر نحرك المجتمع بالشكل ده؟ هو ده السؤال اللي تم فعلا تفعيله في دول كتير. وبنجد مثلا ان دلوقتي في امريكا في مركز مشهور جدا اسمه سوشيال هوليوود، او بمعنى اصح هو هوليوود فور سوشيال اند فور هيلث اند سوسايتي. ده مركز موجود في جامعه ساذرن كاليفورنيا. الهدف بتاعه الاساسي التاثير في الرسالة الإعلامية للمبدعين ودعمهم في تقديم الرسائل اللي هي عايزة توصل للمجتمع بأشكال مختلفة من خلال معلومة حقيقية، مش بس معلومة علمية عن هذه القضية أو تلك، لكن معلومة مفهومة عن آليات تغيير السلوك من خلال الدراسات والأبحاث والفعل. اللي بيحصل هنا في مصر عشان لا أطيل عليكم، حاليا احنا فعلا في اليونيسف بنشتغل مع بشراكة مع وزارة التضامن ووزارة الصحة وعدد من الوزارات على إنتاج مسلسل درامي بيستهدف القضايا الحقيقية اللي جوه مصر، منها دور الأب في الأسرة وعلاقة الأبناء بالآباء، منها التكسير حتى القوالب النبطية في العلاقات الطبقية. فنجد في هذا المسلسل أن المصدر للمعلومة أو صاحب الحكمة قد يكون بواب العمارة اللي جاي من الصعيد. مش شرط أن احنا نبقى دايماً بنحط الفوارق الاجتماعية على أنها أساس للتعامل الإنساني. ازاي ودوت المسلسل ده مبني على مجموعه من الدراسات المتعمقه اللي اجرتها اليونيسف بشراكه مع جهات المشار اليها على مدى سنه كامله، وكانت بتدخل فيها في المجتمعات الاكثر احتياجا. تجربه تانية احنا شغالين عليها في اللحظه دي هي بلاتفورم سوشيال بلاتفورم او يعني ديجيتال بلاتفورم على الاعلام
السوشيال ميديا. الهدف منها الأساسي إن إحنا نبدأ إن إحنا نوجد حالة من الفيراليتي لمجموعة من النماذج من الأسر المصرية من كافة أنحاء مصر، لكن هي أسر مصرية بتثير حوار انترجنريشنال ديالوج، حوار مع أولادها بشكل صحي ليصبحوا هم النموذج. البلاتفورم دي هتشتغل من خلال عدد كبير من الانفلونسرز. بنأمل ان احنا نعمل شراكة مع الاعلام اللي هو المينستريم ميديا اللي هو التلفزيون، لسبب بسيط جدا ان الدراسات بتاعتنا اثبتت ان 60% من المجتمعات الاكثر احتياجا او الاولى بالرعاية يشاهدوا التلفزيون وليس لهم دخول على السوشيال ميديا. ازاي ان احنا نوجد حركة او حالة مجتمعية بتتكلم على التغيير المجتمعي وعلى نماذج جديدة ومختلفة على المجتمع المصري هو الهدف الاساسي. وهنا احب اشير لنقطة مهمة جدا، ان تآزر الجهات المختلفة عشان ده يحصل سواء من خلال المسلسلات الدرامية، والمسلسلات الدرامية المشار اليها اللي هي حاجة زي اسمها شوجا او في حاجة اسمها كياني في الهند، كان المسلسل مش مجرد انه يذاع، كان بيتم إثارة حوار مجتمعي عليه ممنهج، بمعنى ان في حد بيسأل على السوشيال ميديا، في قنوات بتوصل للشباب عشان تظهر تتكلم عن آرائهم، بيتم استضافتهم في التوك شوز الكبيرة، بيتم إثارة القضية بشكل رئيسي، وبيتم دراسة تغير الرأي العام في اتجاه القضية الصحية أو العلمية فيما يتعلق بالأطفال أو بالصحة الإنجابية أو السلوكيات اللي هي الأعراف الضارة. كل الحاجات اللي احنا عايزين ان احنا نغيرها بيتم قياسها في هذا الحوار، بحيث ان احنا نقدر نعرف بدقة التغير حصل ازاي وهل الناس متفهمة للكلام ده ولا لا. هنا لما بنتكلم على الساينس والميديا، الساينس هو اللي يقود الميديا، وفي نفس الوقت الميديا هي اللي بتدفع بالمعلومة العلمية لتكون ممارسة. آخر حاجة عشان نبقى يعني رقم علمي بسيط جدا، إن نتيجة المسلسل بتاع شوجا في أفريقيا حصل تغير كبير، نقلة كبيرة، من إن الناس اللي كانت متعرضة للمسلسل دوت معلوماتها كاملة عن عدد من القضايا الصحية المهمة زادت بنسبة 43% مقابل الناس اللي ما كانوش متعرضين للمسلسل ده كانت معلوماتهم عن نفس القضية لا تزيد عن 10%. هنا التغيير كبير والمعرفة أكبر، وإحنا محتاجين إن إحنا في مصر يبقى عندنا هذا الأسلوب الممنهج، هذا الأسلوب اللي فيه إدارة مجتمع وإدارة حوار مع مجتمع، مش مجرد تقديم التعليم في ثوب الترفيه. شكراً. شكراً أستاذة دينا، شكراً للجميع. بشكر أستاذة ألفة جمال الدين طنطاوي، مدير إدارة الأعلام من التغيير السلوكي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مصر. والآن الكلمة للأستاذ طارق الشنجوي، الكاتب الصحفي والناقد في العديد من الكليات، منها كلية الأعلام جامعة القاهرة. يحمل في رصيده المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي في العديد من الصحف المصرية والعربية. أستاذ طارق حصل على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة ومعهد السينما، أصدر العديد من الكتب منها مخرجه الثمانينات، الحلم والواقع، والسينما وقليل من السياسة. حصل على العديد من الجوائز كأفضل كاتب مقال نقدي من نقابة الصحفيين ومن جمعيات سينمائية. رأس وشارك في لجان تحكيم العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وقدم برامج تلفزيونية تتناول الفن محليا وعالميا. ويكتب حاليا بانتظام باب يومي بجريدة المصري يوم وباب أسبوعي في جريدة الشرق الأوسط الدولية. والكلمة الآن حول تناول السينما والوسائل الترفيهية للعلوم والصحة. أستاذ طارق حضرتك ميوتد، محتاجين بس نعمل أنميوت.
في مشكلة في الصوت؟ لا كده تمام سامعين حضرتك. الصوت زعل؟ اه تمام يا استاذ طارق سامعين حضرتك. الصوت تمام اوكي. هو التايتل التعليم والصحة في الدراما مش كده؟ بالظبط. انا رايح نوسع الدائرة ونتكلم على كل القضايا والأمية مثلا، النظافة، الأخلاق حتى، يعني الجواز، الطلاق، تحديد النسل، الحفاظ على نهر النيل وغيرها، يعني القضايا المجتمعية عموما وكيف تتناولها الدراما وإلى مدى كانت مؤثرة وحققت نتائج منتظرة. في الواقع ان احنا امام دايما امام اتجاهين، اتجاه مباشر وبيبقى غالبا الاحساس ان الدولة تريد شيء معين، فبيبتدي كتاب الدراما وجزء منهم يعني اعتقد انه بيشكل الاغلبية بيبقى كل هدفه انه انفذ التعليمات، مش ازاي انفذها، يعني الفن كيف، يعني كيف تقول قبل ماذا تقول. فهم بيبقى في ذهنهم مثلا الدولة مثلا ضد، أكيد زي أي دولة في الدنيا ضد المخدرات، ضد حتى الإسراف في التدخين والتعاطي وكل الحاجات دي، كل ده مفهوم، لكن إزاي نقدمه؟ هل مثلا عشان نمنع التدخين أو وده له علاقة طبعا بالصحة، له علاقة مباشرة بالصحة، نقدم أبطالنا على الشاشة هم لا يدخنوا، ولا ممكن يبقى الرؤية الثانية زي مثلا تحت السيطرة، إنه وده كان مسلسل معروض يمكن من 4 سنوات أو شيء أو 5 أكتر شوية من 4 5 أو كده، كان تامر محسن هو المخرج ومريم نعوم هي الكاتبة، كانت قوة المسلسل كانت قائمة على إنه بنشوف التعاطي، وحتى المتعاطين، وانا بعضهم كان بيقول لي انه ما كانش يعرف وسائل معينه في التعاطي، يعني فوجئ انه معلوماته او ثقافته في الحته دي مش قد ثقافه اللي عمل المسلسل، وانا بعتبر ان دي تحسب لصناع المسلسل مش عليهم كما يعني يحلل البعض. هم كان في هجوم بالمناسبه على المسلسل ده انه هو روج للتعاطي لما أسرف في تقديم التعاطي، والحقيقة أنه حتى يعني يبقى عندنا قدرة على مواجهة خطأ وعيب ومشكلة أو مأزق يواجه المجتمع، بالعكس لازم نقدم كل الأنماط وإزاي التعاطي والضعف اللي ممكن ينتاب حد، فيبقى الوسيلة الوحيدة اللي بيواجه بيها الأزمة اللي بيعيشها هو التعاطي، ونقول أن ده مرض نتعاطف مع المريض، لأنه جزء من الأعمال بيقدمهم إن هم جناه، هو مجني عليه، يعني مجني عليه ممكن اجتماعياً أو اقتصادياً، فالتعاطف معاه واجب، والنظر إليه كمريض أيضاً واجب مش عدو. فده كان مسلسل نجح. فيه بقى أعمال أخرى بتبقى زي الإعلانات كده، مش عارف، التدخين ضر بالصحة، التدخين يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، الضربات اللي هي مباشرة دي، أو مثلا يتعمل إعلانات عشان تحفز الناس على زي ما موجود دلوقتي، ده مثلا إعلان معمول بخفة دم، إن الناس اللي عامله خالد الصاوي عامله بشكل جيد، يدفع الناس لأنها تأخذ الفاكسين، فقدم جابوا فنان شعبي، شعبي بالمعنى العميق للكلمة مش المباشر يعني، أو الرؤية الأولى إنه الناس بتحبوه بتصدقه، وابن بلد، ودي صفات فعلا في خالد، ومع أولاد البلد بياخد موزة وبرتقانة وبيهرج وبيضحك، وفي نفس الوقت أظن إنه يعني أنا ما عنديش طبعا رقم، بس أعتقد إن ده كان إعلان ذكي، في حين مثلا كان في فترة زمنية قديمة مش عارف تكون اغلب الموجودين معانا يفتكروا، لا كان في حاجه اسمها حسنين ومحمدين، ده كان اعلان عن تنظيم الاسره،
كان مباشر قوي، او في حاجه قبلها قديمه جدا جدا كان اسمها عن توفير الميه، كان غنوه كده ست سنيه سايبه الميه ترخ ترخ من الحنفيه، وكان هو ده يعني السؤال لست سنيه انها تقتصد شويه، بس كان برضو لم يؤتي ثماره يعني، لانه ما كانش فيه خفه دم تجعل الناس ما تبقاش عامله، ما تبقاش عايزه تبقى زي ست سنيه يعني، لانه المفروض انه النموذج الذي لا يحتذى هو الست سنيه. مهم جدا في الدنيا كلها، مش بس دول العالم الثالث، بس ربما في العالم الثالث بيبقى الدراما عليها واجب اجتماعي اكتر، انها توصل رسائل، توصل رسائل بشكل مباشر احيانا يعني. كان في افلام عن الايدز مثلا اتعملت في السينما، ومخاطره ونظره كان مثلا في فيلم يمكن من 10 سنين اسمه اسماء، نظره المجتمع لمريض الايدز، النظره الاخلاقيه اللي هي عاده بتحمل ادانه، رغم انه علميا الايدز ممكن مش بس من علاقه جنسيه، ممكن من نقل دم، وهنا ودايما مرتبط الايدز عند في الثقافه الشعبيه ان هو بياتي من علاقه شاذه او مثليه كما يطلق عليها الان، وهو ده اتضح طبعا. ممكن الزوج اذا خد المرض، وقد يكون عنده المرض بشكل برضه يعني خده بشكل او باخر، وممكن ما يظهرش عليه العدوى ويعدي زوجته، فيبقى هنا علاقه شرعيه ادت الى الايدز. فاللي عايز اقوله، انا شايف مثلا فيلم زي ده كان الجانب العميق اللي فيه انه بيوضح صوره، ده كان اخراج عمرو سلامه على ما اتذكر، وكانت هند صبري هي البطله. هنا بيقدم صوره ان احنا ازاي نعمل موقف صحيح في هذا الموقف. كان مثلا في فيلم عن التحرش، والتحرش ايضا ظاهره اجتماعيه يعني، سلوك مرضي ومرفوض، كان اسمه 678، وده رقم اتوبيس يعني، عشان انه كان البطل هو اللي بيقوم بالتحرش يعني، اظن اخراج محمد دياب على ما اتذكر، وكان معروض برضو من مده من 10 سنين او اكثر. كان مهم انه يقدم، وكان بطولة نيلي كريم يعني. ازاي المراه، والمراه تصاب احيانا بعقد نفسيه، والمتحرش مريض ايضا يعني ومذنب في نفس الوقت، والذي يتم به التحرش ممكن يبقى بيصاب هو ايضا بامراض نفسيه. فازاي كان مدي رساله ازاي المراه تحمي نفسها، مش مجرد بس ان هي تصرخ، لا تحمي نفسها. وده كان بشوفه ايضا انه بيتكلم على جانب مهم جدا الصحه. احنا مثلا اتعودنا ان احنا عشان نريح نفسنا بمناسبة التعليم يعني، نقول ان مدرسه المشاغبين، ودي مسرحيه عمرها قرابه نصف قرن، هي السبب في تردي مستوى التعليم. هل هي السبب في تردي مستوى التعليم، ولا التعليم لو ما كانش في مدارس المشاغبين هل التعليم كان هيبقى افضل؟ اكيد لا. ففي مشاكل كتيره جدا ممكن نحمل الدراما، ويمكن دي تبقى وجه اخر للجلسه الرائعه دي، انه تحمل الدراما بخطايا هي بريئه منها، مش شرط تبقى بريئه براءه مطلقه، لكن مؤكد هي بريئه من ده يعني. مشاكل التعليم في مصر ليست بسبب مدارس المشاغبين، ولا ان هي كسرت العلاقه بين الاستاذ والتلميذ، واحنا شفنا احيانا اخطاء وخطايا بتتم في مدارس فيها تجاوز. الاستاذه بتخلي مثلا طالب يمسح الحذاء بتاعها، استاذ بيحاول ينتزع قبله او يعمل علاقه مع تلميذه. اعتقد ان ده مدارس المشاغبين لم تصل اليه يعني، كعمل درامي لم يصل الى الحاله دي، ورغم ذلك بنحملها المسؤوليه وبنطمئن. لا، في مشاكل كثيره بتؤدي الى ما نراه في الحياه، وليس شرطا ان تكون الدراما هي المذنب، ممكن تكون هي بتحاول الحل بشكل او باخر. ايضا العلاقه بين المسلم والمسيحي بتقدم كثير في اعمال، جزء الاكبر منها مباشره.
والجزء القليل هو غير المباشر. وده مع الاسف الرقابه كمان محتاجه ان يبقى عندها صدر رحب اكتر. يعني شوف مثلا حسن ومرقص باين من العنوان هو عايز يقول ايه، كان لحظات بتحس ان هو عامل صيغه هندسيه، اخطاء يرتكبها المسلمين يقابلها اخطاء يرتكبها الاقباط، الجانب الاخر ايضا حسنات هنا حسنات هناك، مواقف هنا مواقف هناك وهكذا. الحكايه بتصطدم احيانا بالمجتمع، لكن صراحة المجتمع مش مرن الى درجه لما اي حاجه لها علاقه بالدين بتصيبه برد فعل مبدئي كده. يعني كان في اواني الورد اللي هي الشخصيه المسيحيه اللي قدمتها مدام سميحه ايوب اغضبت الكنيسه بالمناسبه، وحيد حامد الله يرحمه وسمير سيف الاثنين الحقيقة غدرونا، سمير سيف المخرج طبعا، هم كانوا اصدقاء جدا. يعني انا عايز اقول لكم مجرد حكايه سمير سيف وحيد حامد تبين الى اي مدى انه الدين ما كانش بيشكل اي عنصر في اي شيء. وحيد حامد ما كانش يعرف ان سمير سيف مسيحي، دي حقيقه، واشتغل معاه اول افلام غريب في بيتي. وهو يعني غالبا احنا لما يكون اسم محايد ما بنفكرش يعني هو مسيحي ولا مسلم، ما بتشغلش حد، لكن وانت بتتعامل ممكن يبقى في ذهنك انه مسلم. يعني جرى العرف انه يعني يمكن ده الانطباع الاول، بس ما كانش يهم يعني وحيد حامد الدين. واشتغلوا مع بعض يمكن اكتر اثنين عملوا دويتو، يعني وحيد حامد اكتر مخرج اشتغل معاه يمكن 10 افلام كان هو سمير سيف. المهم انه كان في مشكله في الكنيسه لما اتعمل العائله لوحيد حامد برضو بالصدفة، وإسماعيل عبد الحافظ كان المخرج، كان فيه مشكلة عند الأزهر برضو. يعني عايز أقول الحديث اللي هو عذاب القبر وهو شكك فيه وقال له إزاي يتشكك، الكلام اللي إحنا عارفينه. لازم نعترف الفيلم مثلا بحب السيما أثار حفيظة الكنيسة في مصر. أنا عايز أقول إنه الأمور متشابكة، المجتمع اي مكان ديانته مسلم مسيحي مش بيتقبل بسهوله انك تتكلم عن شيء متعلق بالدين، احيانا ده يتقبل بسهوله انك تتكلم عن الحجاب. وانا رايي اجمل حاجه اتعملت عن الحجاب وكان ذكي جدا فيها المخرج لعبه نيوتن. لعبه نيوتن عدى ازاي؟ مش في الاحوال العاديه بشوف اني اعدي رقابيا بالمناسبه، عدى لانه وده حاله اجتماعيه لا علاقه بالدين لكنها حاله اجتماعيه، انك انت لسه شايفين النهارده او من كام يوم الطالبه اللي ضربوها والاساتذه وازاي تلبسي فستان وبتاع وانت مسيحيه ولا انت مسلمه ولا، يعني دخلت في مشاكل كثيره جدا لمجرد انها ارتدت بزي اجتماعي ما كانش فمفيش سماحه. لعبه نيوتن برغم انه لا يبدو على السطح انه ما كانش له علاقه بالحجاب، لكن انا رايي انه قدم رساله مهمه جدا بفكره الحجاب وان ده حريه. منى زكي ارتدت الحجاب او الشخصيه الدراميه طبعا في الدراما دي ارتدت الحجاب لانها عايزه تستعيد ابنها، يعني الاساس استعاده ابنها ابراهيم الطفل ده، وخلعت الحجاب لانها كان بيشكل لها مساله نفعيه مش قناعه عقليه. كان مؤنس اللي هو محمد فراج هو اللي طلب منها ده، وشفنا العيله منهم منقبات منهم محجبات، ولكن في الاخر حلق خلعت الحجاب. لكن هنلاحظ ان ما كانش فيه كلام، ما حدش قال حاجه مباشره والرساله وصلت، او على الاقل هذا ظني. فهي قضايا كلها الحقيقه متشابكه، الجزء العميق منها المجتمع رقم واحد، المؤسسات الفاعله في المجتمع ممكن تبقى الازهر الكنيسه الرقابه، جزء التوجه الدوله هل هي عايزه تفتح الباب لمناقشه كل القضايا ومنها قضيه زي قضيه الحجاب، هل احنا عايزين نناقش ده؟ اعتقد في الوضع الراهن في ثمه قيد في انك انت تناقش الحجاب دراميا، ممكن في الصحافه بنناقش بدليل الناس كتبت على الواقع، لكن دراميا لا، اظنها من احد المحاذير. وفي في احد الافلام اسمه مش فاكر اسمه بالظبط، بس في كلمه كوثر البطلة يعني كوثر، وكان له علاقة بالحجاب. الفيلم ده حتى الآن
لم يتم استكماله، ما اقدرش اقول باليقين عشان في حجاب، ممكن ما يكون سبب اخر اقتصادي، لكن اهو يعني في اشياء كثيره يعني جديره ان احنا نتكلم عنها. ما اعرفش كنت بعدت عن عنوان الحوار ولا انا جزء منه او على الهامش، لكن يعني الكلام جنب بعضه. شكرا جزيلا واسف على الاطاله. مرسي جدا، بشكر استاذ طارق الشناوي الناقد الفني والسينمائي الكبير. والان الكلمه للدكتوره ناديه السيد، استاذ مساعد في قسم الصحافه والاتصال الجماهيري بالجامعه الامريكيه بالقاهره، عملت كبير محررين للنشرات الاعلاميه الاقليميه المتخصصه في سبرينجر نيتشر، اكبر ناشر علمي في العالم، تم ترشيحها مرتين لجائزه انا لاند للصحافه المتوسطيه، حصل على دكتوراه وماجستير في الإعلام من جامعة ويستمنستر في المملكة المتحدة، والبكالوريوس في الصحافة والاتصال الجماهيري وإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. عمل كمدير تحرير مجلات مصرية باللغة الإنجليزية زي بيزنس توداي وإيجيبت توداي. قامت بتأسيس وإدارة مجلة 1923 وهي مجلة نسائية على الإنترنت، وتقوم بالكتابة في العديد من الوسائل والمنصات الإعلامية مثل Nature Middle East. تتناول في كلماتها تغطية وسائل الإعلام الشائعة مينستريم للقاح كورونا ومقارنته بالمحتوى العلمي على المدونات واليوتيوب. مساء الخير عليكم جميعا، متشكرة جدا يا دكتورة دينا. أنا نادين مش نادية، وما شبه بعض شوية بالعربي. أنا يشرفني أن أنا أكون النهاردة معاكم، وطبعا مع عمالقة في مجالات مختلفة زي حضراتكم كلكم. والنهاردة زي ما دكتور دينا قالت، أنا هتكلم على إزاي الوسائل الإعلام المختلفة غطت لقاح كورونا، أو raising awareness، بمعنى أن هم ينشروا الوعي أنه الناس ما تخافش وتاخد اللقاح. زي ما كتير من الموجودين عارفين، في أنواع مختلفة من أي محتوى إعلامي، في محتوى ترفيهي، محتوى إخباري، إرشادي، تعليمي. وتحت منطقة المحتوى الإرشادي أو التعليمي بيقع حاجة اسمها Public Service Announcements، أو الإعلان، إعلانات الخدمة العامة. ودي بتبقى إعلان في رسالة بيوعي الناس لحاجة، بيوصل لهم معلومة، معلومة تخص المجتمع ككل أو فئة معينة من المجتمع، بس هو هدفه في الآخر هو إعلان، لكن مش بيبيع Product أو منتج، هو بيوعي الجمهور لحاجة. شفنا خلال السنة اللي فاتت PSAs أو إعلانات خدمة عامة كتيرة على الفيروس، وإزاي نلبس الماسك ونعقم إيدينا وكل الكلام ده. بس أنا النهاردة عايزة أتكلم في حاجة محددة، وهو التوعية إنه الواحد ياخد اللقاح وما يخافش. دلوقتي لما أجي أي حد، لما بيجي يبني الإعلان نوع ده من الإعلانات أو أي إعلان عامة، بيعمل أول حاجة خالص بشوف أنا بخاطب مين. وأعتقد إن أستاذة ألفة اتكلمت في الحتة دي شوية، أنا بخاطب مين دي مهمة جداً، إن أنا صعب أوي إن أنا هعمل حاجة هتخاطب المجتمع كله. فأول حاجة أنا بخاطب مين، وبعد لما أعرف أنا بخاطب مين، أي فئة من المجتمع، سواء فئة عمرية، سواء فئة ثقافية، فئة معينة من المجتمع، لازم أعرف هما بيفكروا إزاي. وبالتالي بعد لما أعمل ريسيرش وبحث كتير عشان أفهمهم، لازم أعرف إيه هما مخاوفهم. فأنا دلوقتي لما أكون بتكلم على لقاح الكورونا، لازم أشوف إيه اللي مخوف الناس، الناس بصفة عامة، بس كمان الناس أو الجمهور أو القارئ أو المشاهد اللي أنا عايزة أخاطبه بالإعلان ده بصفة خاصة. لأنه مثلاً الفئة الأصغر من الشباب يمكن يكونوا شايفين ملوش لازمة، أنا لسه صغير. في فئة تانية مثلاً كبار السن عندهم أمراض مزمنة، شايفين إنه ما أنا أصلاً عندي أمراض وأنا هزود على نفسي. في فئة تالتة شايفين إنه هو هيغير الـ DNA. في فئة كبيرة شايفين، فاكرين ان هو بفلوس، ان هو، لانه كان في وقت بنتكلم ان هو ب200 جنيه كل جرعة، فبالتالي هو ب400 جنيه، ودي حاجة مبلغ طبعا فئة كبيرة من المجتمع ما تقدرش تدفعه. فلازم افهم ايه هي المخاوف، والاعلان ده انا هقدمه لمين بالظبط. بعد لما اعرف كده، وزي ما بيقولوا I formulate my message، او اكون الرسالة بتاعتي، لازم بقى اعرف هستخدم ايه، هستخدم اني لغة، مش بمعنى العربي او الانجليزي او كده، بس انهي لغه يكون اللي انا عايزه اوصل له ده توصل له اللغه دي، استخدم المصطلحات بتاعته، اتكلم بنفس اسلوبه. وبعدين اشوف استراتيجيه المحتوى، هل هو هيبقى فكاهي مثلا، عشان انا عارف ان الفئه دي بالذات بتفضل الفكاهه، مش هتستجيب قوي لمحتوى جاد قوي. هل هو هيبقى محتوى مثلا دراماتيك بيخض المشاهد
فيخليه يخاف ويروح. طب عايزه اعمل باكجينج ازاي، عايزه اصيغه ازاي للقارئ بتاعي او للمشاهد بتاعي. فأنا هرجع للمثال اللي أستاذنا الكبير أستاذ طارق الشناوي ذكره، اللي هو بتاع الـ PSA بتاع الممثل القدير أستاذ خالد الصاوي. ده كان حلو جداً كـ PSA عام بيتكلم للجمهور عام، بس في حاجات كتيرة قوي وكانت طريقته قريبة للناس، ما هوش كده قوي جد قوي وطريقته قريبة للناس وبيتكلم اسلوبهم كده، بس في حاجات كتيرة الناس متخوفة منها هو ما ذكرهاش. وده يمكن لأننا ما ينفعش إن أنا أتكلم على قضية كبيرة زي إنه بقول للناس روحوا خدوا لقاح وما يعرفوش حاجة عنه وأختصروا في إعلان واحد. كنا محتاجين نشوف نماذج أكتر موجهة لشرائح أكتر من المجتمع. فمثلاً الإعلان اتكلم على السفر، والسفر ده حاجة هايلة، بس شريحة معينة قوي من المجتمع هي اللي دلوقتي في دماغها انه احنا عايزين نتلقى ناخد اللقاح عشان نسافر، لانه معظم المصريين ما مش بيسافروا برا مصر بشكل دوري. يعني في حاجات تانية برضو كنت احب اشوفها، انه زي مثلا ايه البروسيس بالظبط، ايه طريقة التسجيل. هو كان فعلا الاعلان بيقول الرابط، لكن انا محتاجة اعرف حاجات. يعني ناس كتير من اللي اتكلمت معاهم، كنت بعمل موضوع على اللقاح والناس ليه متخوفة منه، ناس كتير من اللي اتكلمت معاهم من ضمنهم واحد في مركز اللقاح معرفش يسجل. معرفش يسجل ليه؟ لانه بعد لما بيسجل بيجي له الفيريفيكيشن كود او كود اللي هو المفروض يدخله تاني عشان بقى يجي له الرقم اللي المفروض يفضل مستني فيه. لما جه له الفيريفيكيشن كود ده هو قعد وخلاص استنى، اعتبر نفسه سجل ومستني دوره، وقعد شهرين مش بيجي. وبعد كده لما في كلامي معاه اكتشفت ان هو ما سجلش ومش عارف، لانه في طبعا اللي بنسميه الديجيتال ديفايد، في فروقات بين الناس بتقدر تستعمل الويب سايتس قد ايه. وطبعا ده ينطبق برضو على كبار السن اللي هم مش شرط يكونوا عارفين يستخدموا قوي الرابط، او لاقيينه اصلا ما يعرفوش رقم الهوت لاين، ما يعرفوش ازاي هسجل. وبرضو اجان في ناس كتيره كانت فاكره انه ده اللقاح هيكلفهم 400 جنيه، وطبعا ما فكروش فيه زيه زي مثلا الفلو فاكسين. فكل الحاجات دي كنت متوقعه انه يبقى في اعلانات اكتر بتنوه عن الحاجات اللي زي دي، بترد على أسئلة شائعة زي مثلا إنه لما يجي لي سخونية ده مش معناها إنه اللقاح مشتغل، اللقاح سوري هو العياني، ده رد فعل طبيعي للجسم ولازم أبقى عارفة من الأول إن ده رد فعل طبيعي للجسم أتوقعه. لأنه في كتير جدا من اللي كنت بكلم معاكم بيقولوا لي أنا أصلا مش عارفة مين أخدته وجالها سخونية جامدة وكحة. طيب هو لازم يكون المشاهد عارف، ناس عامة عارفة ان ده حاجة طبيعي، ده حاجة متوقعة، ولازم اوصل لهم المعلومة دي بشكل هم يبقوا عايزين يسمعوه، مش شكل علمي جاف جدا معقد عن الفيروس وازاي بيشتغل واللقاح وزي، لا شكل مبسط هم يقدروا يتفاعلوا معاه ويتجاوبوا معاه. زي مثلا برضو الفروقات بين الفاكسينات، لان في ناس كتير كانت متخوفة من أسترازينيكا مثلا، بس شايفين ان سينوفارم أأمن. لازم برضو اشرح ايه الفرق بين ده وبين ده، وليه في اعراض اكتر للاسترازينيكا من السينوفارم. تاني لازم اوصل كل ده بطريقه جذابه للقارئ او للمشاهد. الاعلام مثلا نتكلم على الخوف من الشكه، وده هايل لكل حاجه. اتكلم عن ان احنا هنقلع الكمامه برضو هايل، بس في ناس كتير ما لبستش الكمامه، فانا برضو محتاجه اعرف او اعمل بقى بعد كده اعلانات تانية بتخاطب فئات معينه من المجتمع عشان اعرف ارد على الاسئله او المخاوف اللي عندهم بشكل ادق. لما نيجي مثلا نشوف ازاي التوك شوز تناولت الموضوع ده، في كتير قوي كان بيجيب مثلا مسؤول يتكلم على انه مصر هتصنع لقاح الكورونا، هايل، بس ده مش بيخاطب معظم طبقات المجتمع، مش بيقول له، مش بيرد على مخاوفه، مش بيتكلم لغته. زي بالظبط ما اعرف كام دفعه جايه لي، ده برضو هايل، بس ده محتوى اخباري. انا عايزه بقى محتوى يقول للناس ليه ما يبقوش خايفين.
في برضو مثلا واحد من البرامج اللي كنت بعمل ابحاث عليها، وده برنامج واسع للانتشار جدا 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 والمذيع مرموق جدا، وكانت العنوان بتاع الفقره دي بالذات اراء متضاربه حول وفاه 6 اشخاص بسبب لقاح كورونا وعلى المواطن اخذ القرار. ده طبعا الفقره نفسها ما كانتش بتقول كده خالص، الفقره نفسها كانت جايبه عالم ايمونولوجي بيقول انه ده ملوش علاقه باللقاح وده كانوا عندهم امراض مزمنه هي اللي ادت للوفاه. لكن العنوان ده بيخض قارئ، أنا فاهمة إن ده بيخض قارئ عشان الناس تدخل وتشوف الفقرة وكل الكلام ده، بس ما ينفعش خالص في قضية حساسة زي كده إن أنا أخض قارئ علشان يتفرج. لازم أبقى عندي مسؤولية جامدة جدا تجاه المشاهد، علشان ده مش وقت السنسيشن الهيدلاينز دي أو الهيدلاينز اللي بتخوف. وفي فقرة تانية في نفس البرنامج كانوا جايبين 2 بيناقشوا بعض على اللقاح، واحد بيقول ان اللقاح خطر جدا والتاني بيقول اللقاح لا لازم ناخده. المصدر حاجه مهمه جدا بالنسبه لاي اعلامي، لكن مش اي مصدر، بمعنى انه دكتور امراض صدريه طبعا هو فاهم في الامراض الصدريه كل ده، بس مش شرط يكون مؤهل ان هو يتكلم على اللقاح. في ناس متخصصه في اللقاح، واعتقد عندنا ناس بعد كده في الجلسات اللي في بقيه اليوم هتتكلم في الموضوع ده، ناس مختصه ان هم يتكلموا في اللقاح. ده مش وقت خالص ان انا اجيب الراي وراي الاخر لما يكون الراي الاخر مش مستند على ادله علميه اطلاقا. زي بالظبط ما استاذ اشرف امين كان بيقول ما ينفعش اجيب مثلا الفلات ايرثرز واقول ان ده الراي والراي الاخر، لا لازم اكون مسؤوله في تخطيطي للجزء ده بالتحديد. وده جيب مثلا في تقرير كانت البي بي سي عاملاه بتتكلم مع مرضى سرطان بتشوف قد ايه هم ويلنج ان هم او مستعدين ان هم ياخدوا اللقاح، وكان معظم الناس اللي عاملين انترفيو معاهم بيقولوا لا احنا ما نعرفش حاجه عنه، ما نعرفش ايه السايد افكتس بالذات لمرضى السرطان، ما نعرفش حتى اصلا الرابط ايه. انا بس عايزه اقول سريعا جدا الفرق بقى اللي انا شفته بين الاعلام اللي هو مينستريم ميديا زي القنوات التلفزيون وكده والساينس كوميونيكيتورز اونلاين اللي هم زي اللي على يوتيوب زي اسبيتاليا زي الدكتور وغيرهم كتير من اليوتيوبرز اللي بيتكلموا في العلوم. كانوا عاملين فيديوهات كتيره جدا قصيره very engaging لانها بتقول المحتوى بطريقه مسليه جدا، وعارفين هما بيكلموا مين واللي بيكلموه ده بيتكلم في ايه. فكان مثلا في زي واحد زي الدكتور كان جايب اكتر فيديوهات متداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وجايب فيديو بيناقشوا بالتفاصيل اللي هما بيسموها debunking myth او تصحيح المفاهيم الخاطئه، وبيجيب بقى اصل الفيديو ايه، اصل المصدر اللي ورا الفيديو ده ايه، علشان القارئ او المشاهد يفهم انه ده كله لا اساس ليه من الصحه. وده كان من اكتر الفيديوهات اللي شفتها فعلا عملت شغل هايل باسلوب فكاهي خفيف المشاهد يقدر يتفاعل معاه. برده كانت في اسبيتاليا دي برده ساينس كوميونيكيتور على يوتيوب عملت دونت تجربتها في اللقاح من ساعه ما اخذته لحد لما جالها الاعراض وكل الكلام ده، وهي بتدون التجربه دي ردت على كل مخاوف الناس على اللقاح أسترازينيكا. في اعتقادي ده كان حاجه برضو القارئ تفاعل معاها بشكل ايجابي جدا. دكتور دينا بتهيألي حضرتك عايزه تقولي ان انا الوقت بتاعي اوكي. متشكره جدا لحضرتك وانا عايزه اخد اي اسئله. ميرسي. ميرسي جدا دكتور نادين السيد استاذ الاعلام المساعد بالجامعه الامريكيه بالقاهره، والان الكلمه لاستاذ عصام يوسف الروائي والاعلامي الكبير صاحب فكره برنامج العباقره على قناه القاهره والناس، وهو من انجح البرامج التثقيفية الترفيهية ويخاطب الشباب والأسرة المصرية، وقد حاز البرنامج على العديد من الجوائز الدولية والمحلية. بداية من يناير 2020 يقوم بتقديم برنامج القرار على إذاعة نجوم أف أم، ومن خلاله يحاور الشباب ويناقشهم في كيفية اتخاذ القرارات المصيرية. هو عضو اللجنة العلمية لمؤسسة منتور العربية التابعة لمؤسسة منتور العالمية، والتي أسستها الملكة سيلفيا ملكة السويد، وتهدف إلى مساعدة الشباب في العديد من القضايا ومنها التوعية ضد أخطار المخدرات. هو عضو اتحاد كتاب مصر وحققت رواياته نجاحا كبيرا مثل روايته الواقعية ربع جرام، ومن أعماله أيضاً قصة وسيناريو وحوار مسلسل ذهاب وعودة الذي عرض في عام 2015 بطولة أحمد السقا. والآن كلمته حول تجربته في تقديم العلوم بشكل ترفيهي في برنامجه المتميز العباقر. أشكرك، متشكر جداً، وأشكركم جميعاً أستاذ حسام ودكتورة دينا ومدام ألفا والأستاذ طارق
والدكتور نادين، ومستمتع جدا بحواركم الحقيقة. أنا عايز أتكلم سريعا عن تجربتي مع برنامج العباقرة. قبل ما أتكلم عن تجربتي مع برنامج العباقرة عايز أتكلم على ربع جرام. الحمد لله ربع جرام النهاردة احنا في طبعة حاجة وخمسين، عندنا حوالي 5 مليون قارئ في رواية محدش كان مصدق انها هتبيع بالرقم ده يعني. والحمد لله من حوالي 3 أسابيع رواية ربع جرام كسبت جائزة الملك عبدالله الثاني في الإبداع. دي جائزة الوحيدة في الأردن، دي جائزة بتقدم كل سنتين وبقى لها دي الدورة العشرة، والحمد لله ربع جرام هو اللي كسب الجائزة دي. ودي أول جائزة كسبها كتاب ربع جرام، بالرغم أن أنا كنت طول الوقت بقول إمتى حد هيعبر ربع جرام، إمتى حد هيدي ربع جرام جائزة. ولكن من شروط المسابقة دي ما كانت أن العمل اللي هيتقدم للمسابقة ما يكونش واخد ولا جائزة محلية ولا عربية ولا عالمية، فيعني من غير ما كانت تاخد جائزة ما كنتش هاخد جائزة دي، فالحمد لله يعني. طيب العباقرة تجربة فريدة جدا، لأن قبل زي ربع جرام بالظبط قبل ما أقدم العباقرة ما كانش في حد مقتنع بيه. كانت كل الناس بتقول إحنا يعني مين هيقعد يتفرج على شوية طلبة بيجاوبوا أسئلة، كانت الحقيقة كان إصرار وكان يقين، لأن والدي كان بيقدم برنامج زمان اسمه كاس لمين في التلفزيون، وكان بيقدم برنامج اسمه أوائل الطلبة في الراديو. فوالدي كان مديني الإحساس بأن لأ، الشعب المصري هيتفرج، الشعب المصري هيحب البرنامج ده. وقال لي أنا قدمته 18 سنة، عمري ما كنت هقعد 18 سنة أقدم برنامج زيه ويكمل. فأنا بقول لك لأ هتنجح. ومن هنا ابتديت أصدق في الوالدي قالولي، وابتديت أكمل المشوار وابتديت أحضر للبرنامج. بليف إت أور نوت أنا قعدت من 2011 ل 2015 بحاول أقنع القنوات، وكله بيقول لي سوري مش هنقدر، لغاية لما قابلت كريم نور في القاهرة والناس، وبعد كنت عامل بايلوت، وبعد أقل من البايلوت كانت مدتها 3 دقايق، بعد دقيقة ونص قفل شاشة اللابتوب وقال لي يلا نبتدي. هو شاف البرنامج على طول، وبالصدفة كريم كان بيحب الجابردي فكان فاهم أنا بتكلم فيه كويس قوي. أنا الحقيقة زي ما أنا كنت متوقع نجاح، وزي ما والدي قال لي، زي ما أنا ما كنتش متوقع الاستمرارية دي. إحنا النهاردة في الموسم 19، إحنا بقالنا دي السنة السادسة. قدمنا العباقرة مدارس، قدمنا العباقرة جامعات، قدمنا العباقرة تمريض، وده كان مهم قوي علشان كنا محتاجين نسلط الضوء على دور التمريض مع الطب. وقدمنا العباقرة أصحاب، لأن كان في دايما سيجمنت كده مش عارف يشارك، ولا هو في المدرسة ولا هو في الجامعة ولا هو ينفع يشارك في العباقرة فاميليز اللي هي أب وأم وولاد، ففي الايج جروب أوف 30s كان دايما مش عارف يعمل ايه. فعملنا العباقرة أصحاب وقدرنا نقرب من الـ age group of 30s. I believe النهاردة إن البرنامج الحمد لله نجح. I believe إن بقى لي قاعدة جماهيرية كبيرة، especially برا يعني في القاهرة معروف جدا كل الناس عارفاه، ولكن أنا بتكلم في المحافظات لأن أنا بروح المحافظات كتير. فلا المحافظات المصرية بالنسبة لهم برنامج العباقرة زي ماتشات الكورة يعني. سمعت قصص لطيفة جدا، الناس بتقعد في القهاوي تتفرج على العباقرة وبيقسموا نفسهم مين بيشجع مين ومين بيشجع مين. فا it's very funny stories يعني الحقيقة، يعني عندي كمية قصص رهيبة جدا عن العباقرة وتفاعل الناس مع البرنامج، وإن الناس مش مصدقة إن طلبة مصر بيعرفوا يجاوبوا على الأسئلة دي بجد. هم الناس بيتخيلوا في لحظة من اللحظات إن أنا بغششهم، إن أنا بديهم الإجابات قبل الحلقة، أو إن إحنا بنديهم حاجات يقروا منها ويذكروا منها وحاجات كده. إحنا ولا بنديهم حاجة خالص، it's an open book، كتاب مفتوح. العباقرة ملوش عنوان، هو اسمه العباقرة، بنتكلم في أي سؤال في أي مجال في أي وقت.
ما عندناش جايد لاينز على بكره خالص، الكتاب مفتوح وهم فريق يعني بيبقوا 8 فبيقدروا يقسموا كل حد بيبقى متميز في حاجه. ويعني يعني انا شايف ان هم الولاد الحقيقه هم سبب نجاح البرنامج مش انا، يعني انا ممكن اكون عامل من العوامل علشان ايماني بالبرنامج، ولكن انا في رايي الشخصي ان الشباب دول سواء مدارس او جامعات او اصحاب هم اللي ساعدوا في ان الناس تحب البرنامج وان الناس تقعد تحاول تجاوب على الاسئله اللي هم بيجاوبوها، فعمل يعني نوع من الكومبيتيشن داخل البيوت. الاب لما ابنه بيجاوب سؤال صح بيديله 10 جنيه، فبقى في حاجات لطيفه جدا بسمعها على العباقره وبقت منتشره جوه البيوت المصريه. يعني انا الحقيقه هتكلم عن حاجه كمان سريعا، هتكلم عن برنامج 17 مدام اولفا، مش عارف حضرتك اعتقد حضرتك سمعت عنه، لان برنامج 17 ده مع اليو ان، فاعتقد انا عارفه طبعا اكيد حضرتك عارفه تفاصيله. يعني هو برنامج جديد وانا شايف ان هو التطور الطبيعي للعباقره، لان انا ولادي وانا بعتبرهم ولادي ابتدوا يتخرجوا من الجامعات، يعني اللي كانوا معايا في عباقرة المدارس في الموسم الأول كانوا بيحتفلوا بالتخرج من هندسة الجامعة الأمريكية السنة دي، يعني من 5 سنين، منهم عبد الرحمن ضياء كان واخد سكولرشيب من العباقرة متخرج الخمس سنين 4.0 straight A's الخمس سنين، يعني ما شاء الله حاجة مبهرة، يعني حاجة لا تصدق، يعني يعني جي بي اي بتاعه ما نزلش ولا نمره من اول سنه لغايه لما اتخرج. عندي نماذج زي عبد الرحمن ضياء كتيره جدا. احنا برنامج العباقره يعني الحمد لله ربنا وفقني وقدرت اوفر فوق ال 150 سكولرشيب في جامعات مختلفه، جامعه امريكيه، الجامعه الالمانيه، جامعه النيل، ايفن جامعه القاهره. يعني انا جبت سكولرشيب للولاد في جامعه القاهره مثلا في طب اسنان، ف في حاجات مختلفة كده قدرنا ننجح فيها الحمد لله. قدرنا كمان نقدم ماك بوك هدية ل 18 طالب. سافرت معايا 20 ولد وبنت، قعدنا في سول في كوريا لمدة أسبوع، على رأيهم أحلى أسبوع في الدنيا. يعني كوريا طبعا يعني في مكان تاني خالص، كنا بنتفرج على مثلا مصنع ال جي وبنتفرج على غسالة، كنت وبقف في نهاية السير زي الأطفال كده أمسك صوابعي وقعد عد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 فتطلع غسالة جديدة، كل 10 ثواني بتطلع غسالة، كانت حاجة مبهرة يعني. يعني تجربة برضو تجربة فريدة. برنامج 17 جولز الشباب دول اتخرجوا من الجامعة، أنا مهتم جدا بتنمية تنمية الدولة، إن الدولة المصرية مش هتقوم بالحكومة، طول عمري بقول إن مفيش حكومة بتقدم يعني بتقوم دول، الدول بتقوم بالحكومة بمساعدة الشعب، فلازم الشباب دول يساعدوا الحكومة في إن البلد تقوم، من خلاله قررنا نعمل برنامج 17 جولز علشان شباب يقدموا أفكارهم، وهيبقى عندنا بانل تساعدهم في تنفيذ أحلامهم وتحقيق طموحهم، وكمان يتعلموا من أول يوم إن هم لازم يقدموا المجتمع ينجحوا. مهم جدا، ومهم أكتر إن البلد دي برضو تقوم وإن هم يبقوا جزء من التنمية لمصر بإذن الله. ربع جرام happy to be in panel. مرسي يا دكتور. أستاذة سامي يوسف، ندي لحضرتك دقيقة وعشان نبدا الاسئله، عشان فاضل احنا المفروض نخلص الساعه 2 وعندنا اسئله كتير، الواضح فيه اهتمام كبير من الجمهور اللي معانا او الضيوف اللي معانا ان هم يطرحوا اسئله كتير، فنقول دقيقه. طب دقيقتين، لا دقيقه واحده. ثانك يو فيري ماتش. انا خلصت كلامي، انا بس عايز اقول حاجه مهمه جدا النهارده. انا سمعت يعني سمعت كلام كتير جدا، وانا في رايي ان احنا مهم جدا ان احنا نعمل لقاءات ونعمل اجتماعات علشان نفكر في ان احنا نقدم محتوى لشبابنا والبلدنا يفيد الجيل الجديد اللي طالع.
الاجتماعات واللقاءات دي هتنتج برامج زي العباقرة، هتنتج برامج زي سبنتين، هتنتج أفكار جديدة وبرامج جديدة، هتخلي الشباب يندمجوا معانا بطريقة مور أكتف. أنا رأيي إن إحنا كل الناس بتشتغل كويس جدا، بيحاولوا كويس جدا، ولكن في parallel lines it's about time إن إحنا نجادر ونكولكت الأفكار دي ونبرينستورم سوا عشان نطلع بأفكار جديدة ونقدر نخدم بيها المجتمع. Thank you very much. It's been a pleasure. ومرسي جداً على اللقاء الجميل. شكراً. بشكر أستاذ عصام يوسف الروائي والإعلامي الكبير على هذه الكلمة المتميزة. وإحنا معنا أسئلة كتير. هبدأ بسؤال أستاذتي الأستاذة الدكتورة سوزان القليني. كيف يمكن الاستفادة من القوى الناعمة في نشر الثقافة العلمية مع تعدد المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي وتحول الجمهور العربي من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الإلكتروني؟ مين يحب أن هو يقول رأيه أو يجاوب على هذا التساؤل؟ طيب أنا يعني كنت بتكلم فهكمل الجملة دي. طبعا أنا شايف أن سؤال مهم جدا، مع ان انا بعمل برنامج على التلفزيون اسمه العباقرة، ولكن انا قررت اعمل مثلا رايتنج وركشوب اونلاين وتبقى مفتوحه للجمهور زي ماستر كلاس، علشان انا كتبت سؤال واحد على الفيسبوك، انا عندي فولورز كتير حوالي 2.4 مليون، فكتبت سؤال قلت مين عايز يكتب ايه وعن ايه، مين عايز يكتب ليه وعن ايه، في 6 سطور، وحطيت ايميل وبعتوا لي ايميل. أنا جالي فوق الـ 3500 إيميل كلهم كاتبين 6 سطور ليه عايزين يكتبوا. فقررت أن أنا أعمل ووركشوب أونلاين علشان تساعد الولاد وتساعد الشباب اللي عنده تالنت أو مستعد يعمل المجهود في أنه هو يقدم فكر وعمل جديد للمجتمع. عندي كمان برنامج تاني اسمه رموز مصرية. إحنا نسينا أسماء مهمة جدا في تاريخ مصر، أسماء عظيمة، نبوية موسى، سوير القلماوي، دكتورة سوير القلماوي، أسماء عظيمة. الأسماء دي إحنا قررت إن أنا معايا شباب من العباقرة بيرسموا حلو قوي، فحيرسموا صورة بلاك اند وايت للرمز، وأنا هطلع أتكلم عن الرمز ده لمدة 3 دقايق أعرف الناس مين دكتورة سوير القلماوي. ده هيبقى أونلاين بس، وعشان كده أنا بقول إن إحنا لازم يبقى عندنا محتوى محترم أونلاين ويبقى عندنا محتوى محترم تلفزيون علشان الناس تبتدي تفكر بطريقة أفضل وتقدم مشروعات جديدة تخدم مستقبلهم وتخدم المجتمع. شكرا. شكرا أستاذة ألفة طنطاوي، عندها تعقيب. تفضلي أستاذة ألفة. لا بس إن في سوشيال ميديا وفي أنواع تانية من الميديا سواء في الراديو أو التلفزيون. حتى الراديو والتلفزيون إحنا عندنا عدد القنوات لا نهائي، وساعات القنوات الرئيسية اللي إحنا بنتكلم عليها ناس كتير ما بتشوفهاش وبتشوف قنوات تانية اللي هي يمكن قنوات تحت بير السلم كده. فإزاي نتعامل مع فكرة إن إحنا يبقى فيه نقطة موحدة الناس تقتنع عليها وبتشوفها؟ هنا قضية الفورمات أو إن إحنا إزاي نطلع تي في فورمات. العباقرة يمكن نموذج جيد للتي في فورمات لعدة أسباب. السبب الأولاني التجربة الإنسانية. أنا ما بشوفش مجرد ناس بتقول معلومات، أنا بشوف منافسة وبشوف تجربة، بالذات مع العائلات وفي حوار جدلي ما بين الأديال، ده شيء مهم جدا. فدي حاجة. الحتة التانية في الفورمات إنها بتبقى موجودة على كل القنوات مش على قناة واحدة، إنها بتثير نقاش على مستوى السوشيال ميديا في المجتمع كله بيتكلم عليها. كل الحاجات دي مهمة. إحنا لما مثلاً أستاذ طارق اتكلم على تحت السيطرة ولعبة نيوتن وأسماء، كل دول على فكرة بيندرجوا تحت الإيجوتينيت، لكن يظل هل الجمهور المستهدف من هذه الدراما وصلت له القضية؟ هل الناس شافت الكلام ده ولا لا؟ يمكن برضو التجربة بتاعت أستاذ عصام يوسف مهمة في الجزئية دي، لأنه من كل محافظات مصر في ناس منعكسة في البرنامج بتاعه، في وجود للناس دي في البرنامج بتاعه.
فهنا المحافظات كلها مهتمة انها تشوف البرنامج ده. دي قضية مهمة لو احنا عايزين ان احنا نفتح نقطة التقاء للمجتمع المصري، ان الريبريزنتيشن تبقى مهمة، الفورمات نفسها والاجتماع عليها في كل حتة تبقى مهمة، إثارة الحوار وقياس الحوار مهم. ونقطة مهمة قوي قالتها نادين كانت الحتة بتاعت التجربة الإنسانية في المعلومة العلمية. احنا في البي اس اي احنا بنقول المعلومه لكن غير قادرين على ان احنا نعمل حاجه اكتر من كده. وغالبا البي اس اي يا اما بيتحط على السوشيال ميديا يا اما بيتحط على عدد معين من القنوات ومكلف للغايه ان انت تقدري تحطيه على كل حاجه ممكنه. لكن حاجه زي التجربه بتاعت اسبيتاليا اللي هي حد مر بتجربه التطعيم وقال القصه بتاعته وحكاها، دي اكثر تاثيرا واكثر قدره على التواصل. الفيراليتي بتاعتها تبتدي لما يبقى في تقاضي ما بين السوشيال ميديا والتي في، الاثنين يكلموا بعض. فانا بتناقش مع الناس في المجتمع لكن الكلمه او الموضوع اللي انا بتكلم عليه موجود عندي على الاعلام التلفزيوني، وهنا مش بشكل معلومه، بشكل تجربه انسانيه. شكرا جزيلا. في سؤال وكان تعليق من جهاد عبد الرازق، من وجهة نظري بيقول: من وجهة نظري المجتمع المصري عنده الوعي والقابلية لمتابعة محتوى علمي في صورة فنية وترفيهية، بداية من برنامج العلم والإيمان اللي كان بيقدمه دكتور مصطفى محمود، وصولا للدحيح اللي بيقدمه أحمد غندور خريج الجامعة الأمريكية. ولكن أشعر أن الحجم المقدم لعامة الشعب غير كافي في المجتمع الريفي أو في صعيد مصر أو الأعمار الأكبر سناً، فمن وجهة نظركم إيه السبب وإزاي نتغلب على ذلك وإزاي نكثر من المحتوى الفعال الإيجابي لعامة الشعب اللي انجرف وراء محتوى أقل رقياً ونفعاً زي التيك توك واليوتيوب؟ دكتور نادين تفضلي. دكتور دينا، كنت بس عايزة برضو أعقب على حاجة أستاذة أولفة قالتها سريعاً قبل ما أرد على جهاد، إنه هو برضو إحنا لازم نفتكر إنه اللي على السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية عندهم agility flexibility أو مش عارفة أشرح agility إزاي، يعني هم أسهل هم يطوروا المحتوى بتاعهم عن المنصات الترديشنال. بس ردا على جهاد، هو مش الحال ان احنا يعني نقول لا التيك توك وحش او يوتيوب وحش ولا ما ينفعش، احنا لازم بس نفرق ده واقع واحنا بنتعايش معاه، ولازم نعرف ان ده واقع موجود في حياة معظم الشباب وهيفضل موجود. فالحال ان احنا نتكلم نفس اللغة، لكن يعني اي محتوى ممكن يتقدم في لغة تجذب القارئ أو في لغة اللي هو لازم تعمل كذا وكذا وكذا ومحدش يسمع له. فمثلاً التيك توك انتشر فيه فيديو بتاع الشيب اللي بيحطوها هنا ويقولوا احنا طعمنا فحطوا لنا الشريحة ودلوقتي مراقبنا ومش عارف ايه، حاجة انتشرت جداً كانت فايرل على تيك توك. هل الحل ان انا اقول لا تيك توك وحش، ولا الحل ان انا اتكلم بنفس اللغة محتوى يكون انتشاره يعني ينفع ينتشر زي ما الفيديو ده ينتشر فيرد عليه؟ بتهيالي ان هو ما ينفعش ان ديسريجارد خالص اليوتيوب والتيك توك، بالعكس لازم وامبريس ذم ونعرف ان دول موجودين ونتكلم نفس اللغه على نفس المنصه علشان نوصل للفئه دي من الجمهور او للشريحه دي من الجمهور اللي هي عاده فئه عمريه معينه. بالنسبه للجمهور الاكبر سنا اللي هم بروبلي مش على تيك توك او اليوتيوب، هم برده محتاجين محتوى engaging بالنسبة لهم، لأن هما بيتداولوا الفيديوهات اللي على يوتيوب علشان هي engaging، عشان هما بيتفاعلوا معاها. لازم المحتوى اللي أنا بقدمه لهم على التلفزيون ما يكونش محتوى اللي هو أوامر أو إرشادات صريحة زي ما أستاذ طارق كان بيقول، ولكن محتوى engaging هما يقدروا يتفاعلوا معاه. سؤال لأستاذ طارق الشناوي: دايما صناع السينما وصناع الدراما بيقولوا لازم يكون عندهم حرية إبداع، لكن في نفس الوقت لما بيقدموا لنا أعمال فنية كانت في السينما أو في التلفزيون ممكن يبقى فيها معلومات علمية خاطئة، ودي بتأثر بالسلب أكيد على الجمهور لأنه أحيانا بيصدق هذه المعلومات. فرأي حضرتك إيه؟ أنه المبدع أو صانع السينما أو صانع الدراما يبقى عنده الحرية أنه هو يقول كل اللي عايزه ويقدم أي أفكار حتى لو كانت ممكن تبدو أنها معلومات علمية ولكنها هي فعليا غير دقيقة وغير صحيحة علميا؟ رأي حضرتك إيه؟ أستاذ طارق؟
طب نسمع رأي أستاذ عصام. أيوة. أنا الحقيقة حاسس إن أنا طولت، فأنا يعني مش عايز أتكلم أكتر من كده يعني. Honestly أنا شايف إن يعني مش عايز أعيد كلامي، ولكن أنا شايف إن مهم جدا الالتقاء والتفكير بشكل منظم ومنهج علشان نقدر نوصل لأفكار جديدة تخدم المجتمع. الأستاذ حسام، وأنا بوجه كلامي للأستاذ حسام مباشرة، ليه؟ لأن الأستاذ حسام أستاذنا، وأنا شايف إن هو ممكن يدعمنا في الخطوة المهمة دي، ولا إيه رأي حضرتك؟ الصوت ميوت يا أستاذ حسام، بعد إذن حضرتك. أنت بتزنوني ولا قصدك تسألني؟ يا خالص والله مش حاجه خالص. لا انا طبعا متفق معاك ان في المسؤوليه هي مسؤوليه تضامنيه بين الجميع، ومش طرف واحد. يعني انت زي ما ابتديت الحديث بتاعك وقلت ان مش الحكومه لوحدها بتتحرك، لا، الحكومه والناس وكل الناس اللي بتشتغل في الحته ديت هم اللي بيتكلموا في الحاجات اللي زي كده. طبعا المؤسسات الإعلامية الموجودة حاليا بلس كل ما هو موجود أونلاين رقمي، وأنا معجب جدا بالفكرة اللي أنت بتطرحها اليومين دول للاستمرار بتاع برانش جديد من العباقرة أو ما يشابه العباقرة أونلاين، لأن ده هيفتح مجال كبير قوي لناس كتير شايفين التجربة بتاعت العباقرة ناجحة وبيشوفوا ازاي ممكن نروح لسكة مختلفة. انا بس عايز ارجع للسؤال اللي كان مطروح اللي يخص الدراما، وان هل الدراما لما بتيجي تشوف المعلومات العلمية بتاعتها بتاخدها من مصادرها او لا او كده. يعني في حدود معلوماتي ان معظم المنتجين النهاردة حريصين جداً في حتة المعالجة العلمية للمعلومات، بيكون في ناس بتراجع، بيكون في ناس بتشوف الكلام ده، ولما بيكون في اشتباه في حاجة ممكن تكون مش مظبوطة بيتم مراجعتها فورا. الحتة بتاعت هل الدراما بتبحث عن الترند بغض النظر عن المحتوى المقدم، فانا عايز اقول ان موضوع الترند ده موضوع احنا اخترعناه بنكلم بيه بعضينا، انما هو اللي عايز يهتم بعمل ناجح ما بيهموش الترند، وبيكون الترند بتاعه بيحصل اللي احنا بنسميه اورجانيك. واظن ان مركز كمال ادهم عنده دراسات كتير في هذا الموضوع، ان الاورجانيك ترند اللي بيطلع بتاع اي عمل في الدنيا هو ده اللي بيبقى المقياس. يعني لما أنا يبقى عندي مجموعة برامج ترفيهية في معاد ترفيهي وبعدين أبص على الترند فلاقي العباقرة في وسطهم، فده معناها إن ده ترند طلع أورجانيك، المشاهد شاف، المشاهد علق، المشاهد حط معلومات على السوشيال ميديا، اتقرت في الليسنينج تولز بتاعت السوشيال ميديا، طلعت الترند زي ما احنا بنشوف. أستاذنا أستاذ الدكتور حسين أمين له تعقيب، ولكن في البداية قبل ما يبدأ يتكلم أنا بشكره، لأنه بصراحة يعني يعتبر من أول من اهتم بالإعلام العلمي والصحافة العلمية والصحية في مصر والوطن العربي، وأنا كعضو في مجلس الثقافة والمعرفة اللي في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في الوقت اللي احنا كنا عملنا ورش عمل ويعني أبحاث ودراسات، وصلنا لتوصية ان احنا يجب ان احنا نهتم بالإعلام العلمي والصحافة العلمية. قبل ما نبدأ التطبيق كان دكتور حسين أمين والجامعة الأمريكية وأدهم سنتر بدأوا بالفعل. دكتور حسين وتفضل تعقيب حضرتك. دكتور حسين، شكرا
أيوة مايكي بس بفتح الميكروفون والكاميرا. أشكرك دكتورة دينا وأشكرك للحضور والإدارة الحكيمة للجلسة، وأشكر حضور برضو أخونا وزميلي المهندس حسام صالح، وطبعا كرئيس للجلسة، وهو من الناس الحقيقة برضو البايونيرز في الفكر والتطبيق، فله نهج الفعل اللي هو الفكر مع التطبيق. الحكاية دي ما لقاش كتير. وبرضو بحب أشكر البانلس كلهم، وبقول إن بعض الأشياء الواحد بيشوفها في الأول بنقول إيه اللي ممكن يطلع زيادة التعددية الغير مسبوقة اللي موجودة دلوقتي، واللي بتحاول بيئة الصحافة العلمية إنها تنمو فيها مع كل الرسائل والقنوات اللي هي بالآلاف المؤلفة اللي بتدي رسائل في اتجاهات معاكسة وبترسخ لثقافات الخرافة والابتعاد عن الفكر العلمي المستقيم. وعليه أنا عندي بعض التساؤلات إذا سمحتي لحضرتك أن أطرحها مثلا على الأستاذ الزميل برضو لكن الأستاذ طارق الشناوي، إذا كان هو يدينا مستقبليات الطرح في وسائل الإعلام خاصة المسموعة المرئية والسينما بالنسبة لقضايا الإعلام العلمي، لأن احنا تملي بنشوف صور ذهنية، هذه الصور الذهنية صراحة سخيفة في معظمها يعني، فبنشوفش أبدا في حاجات علمية شباب بيجتمع على شيء مهما كان المغامرات اللي هو الأكشن ومسائل الانفوتيمنت اللي موجودة بتتبني بناء يعني قوي على أساس الناس تقتنع إنما تملي فيها بعد خيالي ما يعني غير مصدق من أول أفلام إسماعيل ياسين. تملي العلماء بيعملوا حاجات مفرقعات ومش عارفين بتملي بتضرب فيهم أزلية يعني. نفسنا نشوف عمل متكامل يعني مش عمل حقيقة أعمال عشان نقول غير طبيعية ترسخ لثقافة الخرافة والخرافات. وعندنا نائب لسه بيتكلم في العفاريت والجن والحاجات اللي هي برضو غير منظورة وليها بعد خاص والناس مصدقاها ونائب في المجلس. التجربة طبعا الجميلة اللي هي بتاعت العباقرة أنا تبعتها كويس قوي، و حتى في رمضان تبعتها مع كل الخضم الهائل من المسلسلات الموجودة، لكن تبعت عشان كان في البعد المعرفي كان كنت بحاول ان انا اشوف قد ايه هو ممكن يرسخ في اذهان الناس بناء على الخبرات الشخصية بتاعتي. فكنت عايز اطرح سؤال هنا زي السؤال اللي هو طرحته للأستاذ طارق، انه القالب نفسه حضرتك انت مش شايف ان في تشابه قوي بينه وبين الفاميلي فيود كفورمات؟ يعني انا اكاد حضرتك شفت الفاميلي فيود الاول؟ مش ويل اوف فورتشن، ذا فاميلي فيود. انا مش فاكر اسمه ازاي. Family Feud برنامج عظيم يعني. Family Feud is برضو 100 people survey وبيحط معلومة والمعلومة بيسأل فيها العوائل. حضرتك برضو نفس الشيء عملتها. يعني أنا شايف إن في جزء منها يعني كبير من Family Feud. طبعا الأشهر الرجل اللي هو كان مقدم
الحمد لله ان حضرتك ما خدتش منه الابروتش بتاعه، لانه كان بينزل بوز في الستات على طول اللي موجودين في يعني سواء في العيله دي او في العيله دي، كان دي شهرته الاساسيه يعني. انما انا برضو يعني حضرتك يعني ما حطيتليش صباعك على الجرح وقلت لي ايه هي الميجر ابيلز، ايه اللي خلى حتى الصعايده يتمسكوا بهذا البرنامج مع انه دراي يعني. انت يعني طبعا انت كمذيع عندك طلاقه ومستوى ذاك يعني تملي في مرتفع يعني مرتفع يعني مع الطاقه متدفقه من الناحيه دي، انما طبعا متمكن. ايه هو اهم السمات في البرنامج بتاعك اللي خلى فيه النجاح اللي هو منقطع النظير في مثل هذه البرامج اللي تملي واحد اما يعني يدرس فكرتها حتى يقول لا دي مش في البيئه اللي موجوده اللي بقول لحضرتك فيها الاف مؤلف المسلسلات والافلام والماتشات و و و. فانا نفسي حضرتك تكلمني على المساله دي. وانا بوسني طبعا على الطرح الدكتوره السيد من عندنا، بس يعني ما اقدرش اشكر بقى لان دي تبع الديبارتمنت، فانا مش اسالها. شكرا. اشكرك يا دكتور حسين، والله كلامك جميل جدا وشرف ليا. طبعا فاميلي فيود ما نقدرش نقارن ما بين الاثنين، لان طبعا ثقافه مختلفه والايج جروب مختلف. يعني حضرتك لاحظت ان انا دايما الاولاد اللي موجودين مع الفاميلي بيبقى معظمهم صغير في السن، اللي هم عندهم 12 سنه و13 سنه و14 و15، اللي هم ما يقدروش يشاركوا في عباقره المدارس، فبيجيبوا اهلهم غصب عنهم عشان عايزين يشاركوا برنامج العباقره. ففاميلي فيود طبعا تركيبته تانية، وانا فخور بان انا بقول ان العباقره الفورمات بتاعته مصريه 100%. انا عملتها انا والدي الله يرحمه في 2011، كتبنا اول حلقتين سوا، والفورمات مصريه اصيله، ما خدناهاش من فاميلي فيود، ما خدناهاش من جابردي، ما خدناهاش من اي برنامج، لا احنا الفناها بالاكسبيرينس بتاعته. 18 سنه بيقدم برنامج كاسلمين واوائل الطلبه، فهو عنده الاكسبيرينس دي، فقدرنا نعمل فورمات انا في رايي الشخصي انها فورمات كويسه جدا. الحاجه الثانيه، ايه اهتمام اهل المحافظات؟ هقول لحضرتك على نقطه مهمه جدا. لا مش اهتمام اهل المحافظات بس، اهتمام من كلاس A لكلاس C. انا واحد مهتم وهم عندهم اهتمام، ايه السر؟ طيب السر كان قاله لي والدي برضو لما قال لي اعمل برنامج ده، قال لي مصر محتاجه تشوف ولادها، مصر محتاجه تطمن على مستقبل البلد دي ومستقبل البلد دي. استاذ صام، استاذ صام انا ايوه انا اسف بس ربطت حضرتك، ممكن حضرتك تتكلم في الشانل العربي عشان صوت حضرتك متداخل مع الترجمه، بس انا اسف لحضرتك. اوكي ده مش انا يعني. طيب ف في حاجة مهمة، إن لما بالذات أنا هتكلم الأول، معلش خلينا نروح لوجه بحري وجه إبلي محافظات. حضرتك لا تتخيل مثلا رد الفعل للبرنامج ده مثلا في أسيوط، رد الفعل للبرنامج ده في الغربية، في المنوفية، في الشرقية. الولاد عارفين كويس قوي، ودي نقطة مهمة، إن علشان ينجحوا في حياتهم ويحققوا حلمهم هم محتاجين يبقوا متفوقين علميا، علشان اللي عنده حلم يحققه فيقدر يبقى مهندس او دكتور او اعلامي او او او. فهم عارفين ان فرصتهم الوحيده هي النجاح علميا عشان يقدروا يبنوا نفسهم مستقبل، واهلهم بيراهنوا على ده كمان. فالولاد وانا على مدار 19 موسم بالذات المدارس، لو حضرتك متابع المدارس والجامعات، انا ما غيرتش السؤال ولا مره، نفس السؤال بكرره على مدار 6 سنين،
حلمك ايه؟ حلمك ايه؟ لو حضرتك تسمع السؤال ده من كل الطلبة سواء في المدارس او الجامعات هتلاقي حلمه يبقى دكتور علشان يعمل 1 2 3، حلمه يبقى مهندس عشان 1 2، هم شايفين مستقبلهم في نجاحهم. الناحية التانية أهلهم مهتمين جدا بأن هم يشوفوا ولادهم ويطمنوا أن ولادهم ظهروا في الشاشة الكبيرة وبإذن الله اللي بيتكلموا عنه هيحققوا. وقد كان الولاد اللي بيشاركوا معانا اللي بيقولوا لي أحلامهم في المدارس النهاردة بقت واقع. يعني اللي كان بيشارك معايا في العباقرة مدارس النهاردة بيشارك معايا في العباقرة جامعات، ودخل الكلية اللي قال لي اللي هو بيحلم بيها أيام ما كان معايا في العباقرة مدارس. فهم شايفين إن اللي بيقولوه بيتحقق فعلا. فإيه اللي هيحصل المرة الجاية؟ الحلم الكبير هيتحقق بجد ومستقبلهم هيبقى بإذن الله كويس. ده بالنسبة للصعيد وكبحري. أنا مش عايز أطول أكتر من كده، أنا عارف إن إحنا we ran out of time وفي أسئلة كتيرة جدا، ولكن أنا يشرفني يا دكتور حسين إن أنا أتواصل مع حضرتك وإن أنا أقابل حضرتك لو في فرصة ونكمل حوارنا سوا إن شاء الله. أستاذ طارق الشناوي كان في سؤال طرحته لحضرتك أستاذ دينا. أنا مش عايز، أنا كنت مش عايز أخلي ده شغال، بس أنا ال 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 تملي احنا بنقول الابيلز اللي هي وسائل الجاذبيه بالنسبه للبرامج التلفزيونيه، بنقول في ميجر ابيلز وماينر ابيلز وموديفايرز. فالميجر ابيلز اللي موجوده عندك هي اولهم المعلومات. فانا كنت عايز تقول لي في الحته دي انت لم يعني ترضي الحته اللي انا كنت عايز، هي معلوماتيه تمام، هي بتقول لي المعلومات اللي عماله تنزل كالشاور علينا، في منها هو لائق ليك يا دكتور أمين وفي منها ما هو لائق للجماعة اللي موجودين في الصعيد. نقطة بس، هو ده، لأن ده ميجر أبيل موجود. وبعد كده بقى نتكلم أنا وإنت في شوية حاجات تانية في عندما يتاح لنا الوقت من السيدة الرئيسة. شكرا دكتورة دي. بس معلومة واحدة مهمة، إحنا سألين فوق دلوقتي 25,000 سؤال في العباقرة في كل حاجة. نتيح الفرصة الأستاذ طارق الشناوي، كان عندنا أكتر من سؤال طرحناه لأستاذ طارق. أستاذ طارق الشناوي حضرتك معنا، كنا طرحنا على حضرتك سؤال إنه صناع السينما وصناع الدراما دايما بيعتبروا إنه يعني بيبقوا عايزين حرية في الإبداع، ويقولوا من منطلق حرية الإبداع ممكن يقدموا أحيانا بعض المعلومات أو بعض الأفكار الطبية والعلمية غير الصحيحة. فحضرتك مع أي وجهة نظر أنه لازم يدققوا في هذه المعلومات وتتقدم بشكل صحيح، ولا بالفعل ليهم الحرية في الإبداع أن هم يقدموا هذه الأفكار حتى لو كانت غير صحيحة أو غير دقيقة علميا؟ ما فيش حرية خالص في الخطأ ولا حرية في المعلومة. يعني إذا حد قال قاعدة علمية أي مكان نوعها، في الثقافة، في الطب، في أي حاجة قالها غلط، لو قال تاريخ غلط، ايه الحريه انك انت مثلا ما تقولش ان ثوره 23 يوليو كانت سنه 52، واحد قال 53 مثلا نعتبر ده حريه؟ لا، دي مالهاش علاقه بالحريات. الحريات شيء ابعد بكتير من خطا المعلومه. المعلومه لا تحتمل، طالما موثقه لا تحتمل وجهات النظر. الحريه هو ما يحتمل وجهات النظر. يعني اي شيء بيقع تحت طائله قانون الحريه هو الذي لا يعني يعتمد على معلومه صحيحه، وبالتالي ممكن تتعدد فيه وجهات النظر. ممكن واحد له وجهه نظر في ثوره 23 يقول له سلبيه او ايجابيه، هنا دي حريه التناول. لكن ان هو ما يقولش ان حصل في 23 يوليو الساعه 8 الصبح مثلا ثوره في مصر سنه 52، يبقى دي معلومه يبنيها على غلط. فالحريه حريه وجهات النظر يجب ان احنا نؤازرها، ولكن اذا استند مثلا في معلومات مش بس طبيه، صحفيه غلط بتتم في اعمال كتيره دراميه، طبعا دي مش حريه. ان تلاقي مثلا دايما عشان يخلوا الصحفي ناصح انه كتب الموضوع ونشره، مفيش حاجه زي كده في الصحافه. ده بيتعرض على مليون واحد، مش مساله رقابيه، لا مساله تنظيميه. يعني عبال ما يوصل للنشر كذا حاجه وهكذا. واحد مثلا
بيتكلم عن مريض سكر في عمل فني ومش عارف التفاصيل عن الولاده ومش عارف تفاصيل الحمل، اللي ممكن هل يعني لو واحد قال مثلا في واحده بتولد طفل في الشهر الخامس ويبقى كامل، لازم يبقى مستند الى علم. اذا كان العلم بيقول لا ان الجنين لا يمكن ان يكتمل مثلا في الشهر الخامس وهو باني الدراما بتاعته على هذا النحو، يبقى في خطا يعني وهكذا. لا طبعا الحريه ليس لها علاقه بانك تقول معلومه مش موثقه وتقول حريتي، دي مش حريتك. بس ده اللي عايز اقوله. طيب انا كنت عايز اقول لسيادتك على الدكتوره دينا، يعني ما قالتش لحضرتك ان الجزئيه بتاعت الصوره الذهنيه للعلماء في السينما المصريه وفي التلفزيون المصري، يعني من خبراتك، وانا عارف ان حضرتك يعني ما كانت كتابه وشفتك بنفسي يعني حتى على الطياره ما بتسيبش حاجه في اي مكان غير ما بتكتبها، فعندك يعني ذاكره ما شاء الله عليك، يعني شدناوي اصلي يعني لا غبار عليك. فانا عايزك تديني راي، بس انا مش عايز حضرتك تديني بحث، عايزك تديني راي في حكايه الصوره الذهنيه، هل هي سالبه بالنسبه للعلماء ولا هي ايجابيه؟ يعني الواحد يطمن. انا بدايه ضد الصور الذهنيه، لان البشر مش زي بعض. فاحنا عندنا صوره ذهنيه للحانوتي، هتلاقيه انا بضرب لك مثلا بحانوتي بمأذون، يعني شخصيات كاركتر كده، وبتتقدم بطريقه معينه، لازم المأذون يعمل خناقه ويبقى مش عارف عنده ايه، والحانوتي بيتعامل مع الموت انه صفقه يعني، والطبيب النفسي غالبا بيطلعوه مريض نفسي وهكذا. انا ضد فكره الصور الذهنيه للعلماء لاي حد، فاللي بيقدم بيبقى منقول من عمل اسبق، محدش بيجهد نفسه في انه يدور على الحقيقه، وانه الشخصيات مش زي بعضها. حتى لو المهن تشابهت، ده صحفي وده صحفي، ده طبيب وده طبيب، ده استاذ جامعي ده استاذ جامعي، لكن الشخصيات بتختلف. فاحنا فعلا بننمط التنميط، عندنا جزء في صياغه الدراما وهو مقتل للدراما في نفس الوقت، يعني هو سلاح عند الكاتب وهو مقتل ايضا للابداع، لانه بتاخد من الارشيف حاجه كده محطوطه، كان زمان الصندره مثلا دي خلصت من الزمن، على واحد عنده صندره حاطط فيها حاجات قديمه، يطلع ياخد الحاجه ويقدمها جديد. طب ايه اللي مره كان كتب في كاتب مثلا كاتب كبير الحقيقه، فقلت ان ده دراما ديب فريزر، يعني متاخده من الثلاجه مسلجه وبيطلعها يسخنها شويه وبيقدمها للناس. لا، الدراما لازم تبقى دراما بنار الفرن طازجه، والشخصيات يجب ان تكون شخصيات مش شبه بعضها، لا كل شخصيه لها حالتها وهكذا. المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي لعمليات بمجموعه اعلام المصريين، فلازم اسال حضرتك، مجموعه المصريين هتقدر توظف الاعلام العلمي خلال الفتره الجايه في اي اعمال تبع مجموعه اعلام المصريين ولا لا؟ وعايزه اقول لحضرتك برضو ان انا اتعلمت الكثير من المعلومات عن التكنولوجيا من خلال فقره كنت دايما بتابع حضرتك فيها مع عمر اديب، فنتمنى أن هذه الفقرة تعود مرة تانية، لأنها بالفعل كانت بتقدم لنا معلومات مهمة وثرية جدا جدا. ده هو اللي أجيب عمرو. طيب أولا بشكر حضرتك دكتورة، يعني متابعتك متابعة عظيمة وجميلة. الوقت اللي تقدمت فيه الفقرة اللي حضرتك ذكرتيها عن التكنولوجيا كان هو الوقت اللي التكنولوجيا بتخش فيه في مجال جديد أو مجال يمس الناس، وده كان اللي كانت فيه، وكان السمارت فون بتنتشر، وكانت كل ما يسمى بالتكنولوجيا الذكية اللي النهارده مسميها رقمية كان لسه دي بداية، وهو ده الوقت اللي قررنا فيه ان احنا نقدم فقره زي ديت في التوقيت ده، وكان ليها ميعادها. يمكن النقطه يكون ميعاد حاجه ثانيه، يعني متفق مع حضرتك ان يكون في حاجات مشابهه، انما يكون ده ميعاد حاجه ثانيه يشوفها بقى الزملاء اللي بيشتغلوا في الحاجات المختلفه. طبعا لما بتتكلم توظيف الوسائل بصفة عامة في
الموضوع اللي له علاقة بالعلم ونشر العلم ونشر الشغل العلمي بصفة عامة. من المؤكد ان كل الناس اللي بتشتغل في ده وده هتلاحظيه حضرتك على الشاشات المختلفة بيتطور شيء بشيء، انه ابتدى يبقى فيه الجرعة العلمية او الجرعة المعلوماتية الصحيحة عن مواضيع كتير، ما هوش موضوع واحد انما هي المواضيع كتير قوي، والمواضيع اللي مسؤول عنها الاعلام كتير قوي. وبرضو عايز ارجع لحضرتك ان الموضوع له علاقة بالدراسات المختلفة اللي موجودة حوالين الموضوع ده، اللي هو الناس بتشوف ايه؟ هل الناس لما بتشوف محتوى علمي بيقفلوا التلفزيون او بيغيروا محطة، او لما بيشوف محتوى علمي على صفحة من صفحات الديجيتال بيقلب يروح صفحة تانية؟ الاجابة لا، الاجابة هي الوسيلة اللي احنا بننشر بيها والطريقة اللي احنا بننشر بيها والطريقة اللي احنا بنعرض بيها هي اللي بتكون جاذبة للمشاهد اللي ممكن يستفيد بالمعلومة العلمية. والشاهد عندنا دايما يعني، وده انا بشكر مركز كمال ادم ان هو اختار المتحدث الاستاذ عصام ان هو يعرض التجربة بتاعته، لانها تجربة الحقيقة من التجارب الجميلة في هذا المجال. طبعا نشر المعلومات عن طريق الحاجات اللي بيحبها المشاهد، وخلينا نقول بصراحة ان المشاهد بيتابع الرياضة وبيتابع وسائل الترفيه وبيتابع الدراما اكتر من اي حاجة تانية. وده بيبقى تحدي لمقدمي المحتوى ان هو يحط كل انواع المحتوى جوه القوالب دي. طبعا ده مستحيل ان احنا نحط كل حاجة جوه الدراما والرياضة والترفيه، فبقدر المستطاع بيتعمل ميزان ما بين دول وبعضهم، بحيث ان احنا نقدر جوه كل حاجة من دول نقدر يعني زي ما بيقولوا باللغة العامية ندفرهم مع بعض، فيبقوا كلهم موجودين مع بعض فيطلعوا كونتنت يكون مناسب للجميع. وبشكر الدكتور حسين على الإطراء اللي هو عمله لي في الأول لأني مستهلوس. مرسي جدا لحضراتكم. احنا دلوقتي بقت الساعة 2:02، انا كنت بقول ناخد 5 دقايق تانيين فقالوا لا في جلسات اخرى فمش عايزين نعطل باقي الجلسات. فانا في النهاية بشكر حضراتكم ومرسي جدا للجامعة الامريكية ومركز كمال ادهم لهذه الجلسات المتميزة، الضيوف متميزين. بشكر في النهاية رئيس الجلسة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة إعلام المصريين، والأستاذة ألفة جمال الدين طنطاوي نائب مدير إدارة الإعلام من أجل التنمية بمنظمة اليونيسف، والأستاذ طارق الشناوي الكاتب والناقد الفني والسينمائي الكبير، دكتورة نادين السيد أستاذ الإعلام المساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأستاذ عصام يوسف الروائي ومقدم البرامج الشهير. بشكر حضراتكم. بنشكرك يا دكتورة دينا، بنشكر دكتورة دينا فاروق على إدارتها لهذه الجلسة المهمة.